اللهم يا رب الهل والحرم ويا مفضل الأشهر الحرم ويا خالق النور والظلم واللوح والقلم أسألك بأسمائك الروحانية وحدودك الجسمانية أن تجعل التقوى شعاري ودساري والهدى قدوتي ومناري وأن تلهمني من طاعتك ما يكون للرشاد هاديا وبسداد أمور الدعوة قاضيا أن تعينني على القيام بمفروضات شهر رمضان شهرك الشريف الذي أنزلت فيه القرآن صياما تقبل به مني فورة الظما وثورة السقب وقياما يكون لي برحمتك وغفرانك موصول السبب اللهم أعمر بالسلامة جسمي وضعيف من الكفاية قسمي وأوزعني شكر ما أنعمت به علي ووفقني للقيام بحق ما أزديته لدي اللهم ومحما ونيته فيه سحوا أو عمدا من اعتراف فضلك الوسيع وقصرت دونه أو قصرت فيه من واجب طاعتك على عبدك المتي فحقيق على أفك أن يتغمده لأن أفك أعظم من ذنوب العبيد وخليق بكرمك أن يعفو فإن كرمك لا ينقص بل يزيد اللهم احفظ نعماءك إندي من الزوال واجعل أياديك إني متصلة الحبال معمونة الانفصال واكفني يا رب شر الحسدة والأعداء واصرف عني بعثهم في الجهر والخفاء وهدى يا رب أركان كيدهم حدا واجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا اللهم عمي أني أبصارهم وبصائرهم وعمي عليهم في تحيفي مواردهم ومصادرهم وارزقني من موالي ديني وأولياء نعمتي حسن القبول وبلغني بهم وفيهم نهاية المعمول برحمتك يا أرحم الراحمين.